ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم في خير. النهارده هنعمل اعاده تدوير للجراكن. الجراكن اللي هي بتاعت وفير دي بتبقى موجوده عندنا في البيت بعد ما بتخلص، طبعا احنا بنغسلها كويس جدا. هبتدي دلوقتي اشيل الستيكر اللي موجود على الجراكن، وطبعا بغسله كويس جدا، ما بخليش اي مكان او اي اثر خالص للاستيكر ده. هبتدي بعد كده استخدم القطر كده قصيت الجزء اللي هو من قدام بتاع الجراكن، وبرده باخد نفس المقاس من الناحية التانية وببتدي افصله بالقطر. تمام، بقص من جنب وبحاول اساوي الجنب التاني عشان بالشكل ده كده. طبعا انا كل ده ما جتش عند الجناب بتاعة الجيركن اللي هي الجزء اللي فيه اليد ده. هبتدي ادخل القطر كده براحة وبطلع حوالي 3 سنتي، وباخد شكل دوران لحد ما بوصل للناحية التانية. كده فصلت الجيركن. طبعا زي ما احنا شايفين انا عملت دوران من الجنبين، الحمد لله صباعي بس اتعور تقريبا، نص الضفر اتشال من القطر. ننصحكم ما تستخدموهوش، بس انا هستخدمه للاسف لان انا خلاص خدت على ان انا اشتغل بيه، وهو بيكون احسن بالنسبه لي من المقص. هبتدي اعمل زي فتحتين كده من الجناب بتاعه الجيركن، وهساوي الاجزاء اللي هي من قدام دي كلها. سخنت مقوار، ده قديم وانا بستخدمه على طول في الحاجات دي، وعملت الفتحتين في الجناب بتاعه الجيركن. هستخدم الصنفره وهبتدي اشيل الزيادات اللي موجوده عندي في البلاستيك، وكمان هنعم الاجزاء اللي هي من على الحرف. بستخدمه تاني برضو القطر. الحمد لله يعني جت سليمة، بس الجرح ده هيفضل معانا شوية في الفيديوهات كمان اللي جاية. احاول ان شاء الله داري الصباع ده معاكم، بس يعني استحملوني معلش. بعد كده هستخدم دي مناديل اعياد الميلاد، ودي بتبقى موجودة في المحلات اللي بتبيع من محلات مستلزمات اعياد الميلاد. هي بتبقى بالشكل ده، وبتبقى طبعا موجودة طبقتين. هستخدمها زي ما هي، وهستخدم كمان الورنيش المائي، وده احنا هنستخدمه عشان خاطر يدي طبقة حماية ان احنا لو حبينا بعد كده نغسل الجيركن ده او يجي عليه مية ما نقلقش خالص ان الصورة تطلع. هحط طبقة كده من الورنيش الاول على الجيركن، وبعد كده ببتدي اثبت المكان بتاع الشكل او الصورة اللي احنا عايزين نحطها. تمام، هثبت كده الشكل بتاعها، وبعد كده ببتدي احط طبقه كمان من الورنيش براحه خالص من النص، وبعد كده بطلع على بره لحد ما بثبت كده الشكل. نخلي بالنا لان المناديل دي بتبقى رقيقه قوي، واللي احنا بنستخدمه يعتبر الورنيش ميه، فهنستخدمها براحه خالص عشان ما تقطعش مننا. تمام، ببتدي كده اثبتها، وهستخدم صباعي كده بس عشان الزيادة اللي موجودة عندي من المناديل دي انا هبتدي اشيلها وراحة خالص كده. بحط عليها طبقة بسيطة من الورنيش وببتدي اقطع الزيادة دي كلها. ثبت كده من المناديل على الناحيتين من الجيركن كده، شكلها بعد ما نشفت كل اللي انا استخدمته هو الورنيش المائي. لو مش عندك ومش حابه تستخدميه مفيش مشكله، مش لازم خالص ان انت تعملي الشغل اللي انا عملته. هبتدي بعد كده استخدم الاسترس على الحرف بتاع الجاكن، يدي بس شكل كده من التزيين، بثبته كده على الجاكن كله وكمان عند الدايره. الشكل ده طبعا نقدر ان احنا نستخدمه كمنظم للخضار في التلاجة. طريقته سهله جدا، وانا عملت الفتحتين دول من الجناب عشان يبقى سهل عليا ان انا ادخل المنظم في التلاجة. طلب مني كتير جدا من المتابعين ان انا ازود من المنظمات، لان بيبقى في ناس عايشه في دول بره مش بيكون عندهم متاح المنظمات دي بشكل دايم، او ان هم بيبقى صعب ان هم يوصلوا لها. فدي فكرتها بسيطه جدا وتقدروا ان انتوا تنفذوها. تاني فكره هستخدم فيها جيركن عصير، وابتدي اشيل الاستيكر اللي موجود على الجيركن من الجنب. طبعا بنظف مكانه كويس جدا، هستخدم اي قلم كده يكون واضح معايا، وبعد كده هياخد الجزء اللي هو من تحت اليد ببتدي احدده كده باي قلم يكون واضح، وبرده الجناب زي ما هي. تمام، هحدد برده الجزء ده عشان يكون قد بعضه من الناحيتين، وباجي كده من عند تحت اليد وبحدد وبطلع لفوق شوية من جنب اليد بتاعة الجيركن. تمام، وبنزل عند الجزء اللي هو قصادها من الجنب.
ببتدي بقى اقص الجزء ده كده كله. استخدم برضو القطر، ممكن نستخدم سكينة حامية، تمام. وبعد كده ابتدي افصل الجزء اللي انا حددته ده كله. هستخدم بعد كده المقص وهبتدي اعمل فتحة صغيرة كده على الجنب قصاد الجزء اللي هو اللي احنا قاصينه من الجيركن، تمام. وبعد كده هستخدم قماش الخيش وهبتدي اغلف بيه الجيركن. قماش الخيش للناس اللي سألتني عليه موجود في محلات الأقمشة، هي طبعا مش في كل المحلات، الناس اللي موجودة في مصر هو موجود في العتبة، تمام. هبتدي بعد كده اثبت الجيركن بالشكل ده كده من الجناب، مش هزود شمعة قوي. طبعا بديل القماش بتاع الخيش ممكن نستخدم اي قماش يكون شكله حلو عندك قديم. هبتدي اثبت كده الجزء اللي هو من تحت، وطبعا بكون ومن الجناب ببتدي اقص كده بالشكل ده من الاربع زوايا عشان اغلف الجيركن من تحت. هاجي برضو من عند الجزء اللي من فوق وبقص من الجناب وبغلف الجيركن من جوه، تمام. ببتدي احط كده شمع واثبت القماشه كلها على جوه وبشيل الزيادات اللي انا مش عايزاها. تمام. وجزء برضو ده ببتدي اشيل الزيادة اللي انا مش عايزاها وبغلف بقية العلبة. غلفت الجيركن كله بالشكل ده، هستخدم بعد كده دانتيل وهبتدي اثبته على الجزء ده. طبعا الجزء دوت اللي هو اللي احنا قصيناه من الظهر بتاع الجيركن، هبتدي اثبته كده بالطول لحد ما بوصل لاول الجزء ده وبقص الزيادة. وهاجي برضو عند الجزء اللي هو قصاده، تمام. وببتدي اثبت من الدانتيل، بس كده كفاية. وبثبت الجزء ده كده كله بمسدس الشمع. هجيب بعد كده الدانتيل ومن الجنب وببتدي اثبت الدانتيل على الجيركن، تمام. كده اثبته من قدام كله، من الظهر ومن الوش. وبعد كده هبتدي استخدم الكبسوله، ودي برضو بتبقى موجوده في محلات الخردوات. عملنا فتحه قبل ما نغلف العلبه، ببتدي اعمل مكانها تاني وبثبت الكبسوله دي بمسدس الشمع تثبت معانا. بالشكل ده نكون عملنا منظم بطريقة سهلة جدا من جيركن، وطبعا نقدر ان احنا نقفله ونفتحه بسهولة. نستخدمه بقى للخيوط وللإبر والحاجات مثلا الصغيرة دي، طبعا بيكون مقفولة كويس جدا. كمان ممكن نستخدم ليها اليد اللي هي الحديد، وتقدر ان انت تستخدميها كده كأنها شنطة وتشيلي فيها ادوات الخياطة، وتقدر ان انت تعلقيها كمان بمنتهى السهولة. بالشكل ده نكون حولنا الجيركن القديم لشنطة تنفع للخروج، وتنفع كمان تحطي فيها اكسسوارات، ممكن كمان تنفع للبنات الصغيرين. تالت فكرة، هستخدم جيركن من جراكن الشاور، وطبعا هنشيل الستيكر اللي موجود على الجيركن ونغسله كويس جدا. وبعد كده هبتدي استخدم قلم كده يكون واضح معانا، وهياخد الجزء اللي هو من تحت اليد. احنا في الافكار بتاعت النهاردة بنستخدم نص الجيركن بس، لو تلاحظوا كده. وان شاء الله هعمل معاكم افكار بالاجزاء التانية من الجيركن لو الافكار دي عجبتكم. حددت كده من تحت اليد بتاعت الجيركن من ناحية واحدة، وهاجي من الناحية التانية وهاخد المقاس اللي هو لحد اليد، يعني لو الجزء ده 4 سنتي بحدد برضو الناحية التانية وصوده 4 سنتي من نفس الايه، من نفس الجنب. بعد كده باجي اطلع لفوق شوية حوالي 4 سنتي كمان، وبعمل زي شكل دوران، وهبتدي بقى اقص الشكل اللي انا حددته بالقلم ده كله. فصلت كده الجيركن، خدت الجزء اللي انا عايزاه، وهبتدي دلوقتي اساوي الاجزاء اللي مش مظبوطة عندي في الجيركن. اخلي الاجزاء كلها قد بعضها من الناحيتين، وبرده الجزء اللي من قدام هسويه، حتى دوران اللي انا عاملاه من فوق برده هبتدي اسويه كده بالمقص.
الجزء اللي انا سبته في الجيركن من الظهر هبتدي اتنيه كده لورا، تمام، بدوس عليه بصباعي هيبتدي يتني معايا بسهولة بالشكل ده كده. هستخدم بعد كده صور، والصور دي بتبقى موجودة في استيكرات بتتباع اللي هي اكسسوارات البنات يعني. هبتدي دلوقتي اشيل اللزقة اللي كانت عليها وهثبتها على وش الجيركن، بثبتها كويس، وبعد كده بجيب منديل او فوطة تكون مبلولة وببتدي اضغط على الصورة عشان تثبت معايا على الجيركن. ثبتت كده صورتين من الاستيكر ده على الجيركن، طبعا ثبتها بمنديل مبلول مية وبدأت اثبت الصورة مكانها، ثبتت بسهولة. كلنا عارفين طبعا المنظم اللي نازل جديد وبيتعلق في المقابض بتاعة المطابخ بالشكل ده، احنا قدرنا ان احنا نعمله من جيركن قديم. طبعا تقدري تستخدميه للشنط، وممكن تحطيه كمان في الاسبونشة بتاعة غسيل المواعين، ممكن نستخدمه كده كمنظم للشنط، ممكن كمان نستخدمه للأدوات البسيطة اللي بتكون موجودة في المطبخ زي المعالق الخشب أو المعالق البلاستيك، ممكن كمان نستخدمه كمنظم لأدوات الميك اب أو مثلا الحاجات اللي هي الخاصة بتاعتك النوت بوك والقلم، الحاجات اللي هي بتبقى جنبك دايما كده تقدري ان انتي تستخدميه كمنظم ليها. دي كانت أفكار النهاردة، وده كان فيديو النهاردة، متنسوش تحطوا لايك للفيديو. سلام عليكم.